بسم الله الرحمن الرحيم. فكرة إنجاز تعتبر من الأدوات التي تعين الشخص على إنجازه ومتابعة أعماله بالتخطيط والمتابعة. تميز هذا الإصدار بوجود الخطوات الأولى للتخطيط التي تعينك على بداية تخطيطك لهذا العام 1438. حدد أهدافك وتابعها في 7 مجالات من مجالات الحياة حتى تحقق توازن كبير في حياتك. صفحة للاطلاع على الشهر بشكل عام، وصفحة لوضع أهداف الشهر شهرا بشهر، صفحة لمواعيد الأسبوع للاطلاع عليه بشكل عام، وصفحة خاصة لأهداف الأسبوع. ومع التخطيط والمتابعة لا بد من التقييم. تأتي هذه المفكرة لتقيم نفسك شهرا بشهر لتكون أفضل وخيرا من أمسك. واصل شهرية لمقالات إيجابية نافعة وصور جاذبة. أكثر من 120 ملصق لتزيين خطتك وتزيينها بأجمل حلة. تطلب هذه المفكرة من الطرفين للتسويق عبر الواتساب أو من خلال حساباتهم في الشبكات الاجتماعية.